بسم الله، كل اعوذ برب الفلق. مبروك ليلتك بيضا يا اخوي، بيضا قوي. أنا بحب الشعر المتجدل. وأنا بحبك. استعملت صعب واللي جاي سهل. ربنا يستر والصعب ما يكونش هو اللي جاي. من دلوقتي انت مرات ابو هيبه، يعني خلاص بقيت حمايه. يعني انت مش مستعجل وبعد كده خلاص؟ اه، جوزك مش صغير ولا خفيف. ابو هيبه لما تنور في قلبه اللمبه يبقى بجد. وانتي من أول ما شفتك. يعني بجد بتحبيني؟ بحبك. طب أنا أكتر ولا غنيمة؟ بلاش كده، ما بحبش المقارنة دي. رابع حاجة حذرتك منيها. أعرف الكذب أولا، النميمة ثانيا، الخيانة ثالثا. والمقارنة بين كذا وكذا وكذا دي رابع حاجة ما بحبهاش. حاضر. لا استنى، أنا أصلي بكسف، ممكن يقفل النور؟ عشان خاطري نقفل النور. بس 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 آدي أحب أشوفك في النور وأتمتع بصورتك. طب يعني أعمل إيه؟ تعمل ايه فيها؟ اقول لك على حاجة. احنا نولع النور مرة ونطفوه مرة ونولعه مرة ونطفوه مرة. ما قدرتش اسيبك لحالك الليلة دي بالذات. ما يصحش يا هيبة تسيب العروسة واحدها، تسيبها لحالها. روح روح يا هيبة، ما يصحش. قلبك ده يا غنيمة، ما تخافيش على جوزك، العروسة نامت وارتاحت. طول عمرك راجل يا هيبة. انت طول عمرك كلب هيبة. سيبك من خلود يما، خلود روحها في البحر وما هتهملهوش واصل. بس انا الشهر ده هسمعك خبر حلو. العداد من دلوقتي بيعد يا فالحين، بقالكوا سنين بتتمطعوا على الفاضي على حس حمزه، وهو حمزه مات الله يرحمه، وابو هبه عملها واتجوز. تعرف يا ماهل لو جاب واد ورحمة أمي وأبويا ما حيبصلك أبدا، وحتحس إنك خدام مش أكتر عند عمك. كلم أولادك وبعدي عناني. صافي ما هتتجوزنيش. صافي حط مخها في إخواتها خلود وأمينة. ومالها أمينة يا عم ما؟ أمينة زي الخاتم ده في صباعي ده. صافي حاجة تانية غير إخواتها.
ولا تانية ولا تالتة، انت اللي خرع. النسوان كلهم زي بعضيهم. لا، ده زوجك انت يا باشمهندس، لكن في ازواج تانية خالص ما تعرفهاش حضرتك. ده قل ادبك زي عايدك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا ماهر، طز فيك من دلوك، طز فيك انت. لا ده انت جريل حي عاز. بس بس يو، يلا خلاص خلاص. اخوك عطيه عنده حق يا ماهر، طز فيك من دلوك. وانت هتقول ايه؟ هقول انك مغفل، قعدت تخدم عمك وتجلده وتكره في ابوك، وانت فاكر انك هتورث كل حاجه. واديك ها على عتب الطز شهر ولا اتنين، وحنسمع الطز من كل واحد في العيله. لا، ومن كل واحد بيشتغل عند ابو هيبه. لو حبلت العروس الجديده والوريث جه، الواد حيجوش واحنا كلنا طز طز طز. هنعملوا ايه؟ هموتوها ولا نقتلوا عمي؟ نفسي مره توزنوا كلام ابوك اللي بقى عامل زي الدرس، اللي يقرب منه يطحنه، وهو قافل بقه لا من شاف ولا من سمع. كاتكو خيبه. Браво, Абу Эйба, браво. Это потому, что он женится? Нет, потому что он женился на две женщины и живет в одном доме. Это люди странные. А почему не скажешь сильный? Внучка. Алло. Да. Окей. Закажи им самый лучший свит в самом лучшем отеле. Да. Да, да. Хорошо. Пока. Когда он приезжает? Завтра. Мне удивительно, что скажет Кин, когда узнает об этом. Не знаешь? Посмотрим. Жизнь. ألف هاني. الله يهنيكي. جميلك دي على راسي من فوق.